ام محمد، اهلا وسهلا. حبيبتي اهلا بيك، كل اهلا سنه يا وانتم حبيبه طيبين. قلبي وانت طيبه. لو سمحتي ممكن اكلم اتفضلي يا حضرتك؟ فندم، اتفضلي يا فندم، سؤالك تحت امرك. لو سمحت. ان الحمد لله، يعني انا معايا 3 ولاد والحمد لله بيصلوا. الحمد لله. وبعد كده ممكن لما يكونوا جايين تعبانين يناموا، ما بيقدروش يصلوا. تمام. عندهم قد ايه يعني ولادك؟ لا، ولادي كبار، في 28 وفي 30. اه رجاله يعني، مش بس متجوزين بيبقوا عايشين معاكي تعبانين، يعني بس هم لسه؟ كويسين جدا وفي طاعة والحمد لله. وفي سؤال تاني، انا مهما اعمل خير ومهما اكون قريبة من ربنا، بس بحس بتأثير جامد قوي ان انا يعني ربنا مش قابلني، ليه بتحسي حاسة بكده؟ ليه بتحسي بكده؟ مش عارفة، بحس يعني مهما اعمل بحس جوايا مش هو ده اللي يبقى لايق بربنا سبحانه وتعالى، وانا مش قادرة ادي اكتر من كده. ايوه، ايه اللي بيخليكي تحسي الاحساس ده يعني؟ ما اعرفش هل بتحسي ربنا يعني. مش موفقك، ربنا مش عامل لك حاجه انت لا، عايزاها؟ انا الحمد لله يعني الحمد لله متوفقة في كل حاجة، بس الاحساس ده معذبني، يعني معذبني. يعني دايما بتحسي بقصور يعني، ايوه بحس في بقصور، العباده، بس هو ده اللي انا ما اقدرش اني اعمله، ما عنديش زياده ان انا يعني حاسه ان انت جسمانيا بتعملي طاقتك، هي دي طاقتك، لكن انت حاسه بقصور. ماشي يا حبيبتي. سبحان الله. يعني اولا بالنسبه للسؤال الاولاني، لا هو يعني الصلاه لوقتها او الصلاه على وقتها كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الانسان احيانا ربما ينام قبل وقت الصلاه وينام بعد خروج وقت الصلاه من شده التعب، لم يستطع ان يستيقظ وما الى ذلك. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال: ليس في النوم تفريط، انما التفريط ايه؟ انما التفريط في اليقظه، انما التفريط في اليقظه. وواحد كان ايام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيشتغل وبيجي بالليل متاخر جدا ويكون مهدود غصب عنه بينام، فبيقول له: يا رسول الله انا لا يعني استيقظ الا والشمس في كبد الايه؟ الا في كبد السماء. فسيدنا النبي قال له: اذا استيقظت ايه؟ فصلي. فهذه واحده. المهم اما حتى لو فاته يصلي اللي عليه، محدش لابد يزيد. لكن هو الاصل ان هو ان يحافظ على الصلاه في وقتها او ايه؟ الى وقتها. ممكن ناخد السؤال بعد الفاصل؟ لا لا، اقول لها الاجابه. طيب سريعا. بالنسبة للأمر الثاني اللي هو أنا بعمل عمل صالح وأحيانا لا أشعر أن يعني أنا مقصرة، ده أولا قد يكون من فضل الله عليك، أن ربنا سبحانه وتعالى بيخلي العبد دائما في طاعة، عاوز دائما يبقى في طاعة وكيف يرضي ربنا تبارك وتعالى. وقد يكون الأمر ده لو الإنسان بيصلي وبيصوم و إلى آخره ممكن يكون من الشيطان، فنخلي بالنا من المسألة دي، إن هو الشيطان يروح مكسله عن بقى، يقول ما أنا خلاص مقصر وأنا ماليش علاقة، فيقصره عن الطاعة، فتلاقيه ما بيعملش الطاعة. لكن على أي حال أنت استغفري الله عز وجل، أكثري من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مع فعل الطاعات والمحافظة على الفرائض، وربنا يتقبل يا رب. آمين.